إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فأخيرا الزع ما غاديش نقول بأنه طاح في الثمن، مي مازال مستقر في ذاك الثمن ديال 100 درهم القمح و 1400 الفارينة. إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان من أحد المحلات لبيع الحبوب. فالزرع مازال مستقر في الثمن ديالو، فالفارينة دايرة 70 درهم العبرة، في حين أن القمح الثمن ديالو 100 درهم العبرة. ناس كتسول القطاني، القطاني مازال غالية بشكل كبير وكبير مشاهدينا الكرام. ف الحمص دير الثمن ديالو 22 درهم الكيلو، اللوبيا 19 درهم، والعدس 17 درهم الكيلو مشاهدينا الكرام. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فالفارينة دايرة 1400 العبرة، والقمح داير 100 درهم العبرة، في حين أن الشعير، ناس كتقول الشعير داير 1000 ريال العبرة مشاهدينا الكرام. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان من أحد المحلات لبيع الحبوب. فالفارينة طالع الثمن ديالها، القمح طالع الثمن ديالو، لأن الثمن الاعتيادي ديالهم. فالفارينة هي 800 ريال اللي كنعقلوا عليها ملي كيجي الصيف وكيجي العام مشتوي. فالفارينة كدير 40 درهم والقمح كيدير 1200. مي هاد السنة أو حتى السنة الماضية، كان الثمن خيالي، فكانت القمح كان وصل حتى 150 درهم العبرة، والفارينة وصلت ل 110 100 درهم العبرة مشاهدينا الكرام. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، القمح داير 100 درهم العبرة، والفارينة داير 1400 العبرة. الناس اللي كتسول على القطاني، الحمص 22 درهم العبرة، اللوبيا 19، والعدس 17 درهم الكيلو مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم. فحبوب استقر في الثمن كيف ما ذكرت، الفارينة فدايرة 1400 من العبرة، والقمح داير 100 درهم العبرة مشاهدينا الكرام، هنا بأحد محلات بنواحي بن سليمان مشاهدينا الكرام. قبل ما ندعكم نعاود نعطيكم جميع أثمنة ديال الحبوب وديال القطاني. فالفارينة 1400، القمح 100 درهم، الشعير 1000 ريال، الحمص قطاني 22 درهم الكيلو، اللوبيا 19، والعدس 17 درهم مشاهدينا الكرام. إذن نبقى لي إلا نودعكم مشاهدي قناة شوف تي في، نتمنوا يا رب هذا الثمن ينخفض بعض الشيء مشاهدينا الكرام. دمتم في رعاية الله، نهاية أسبوع موفقة
للجميع. إلى اللقاء، كنا معكم من نواحي بن سليمان، عطيناكم ثمن الحبوب اللي مازال مستقرة تقريبا في الثمن منذ واحد شهرين. هذا هو الثمن اللي كاين في السوق، كاين 100 درهم القمح 90 درهم، والفارينة كاين 1400 1600. إلى اللقاء مشاهدي قناة شوف تيفي.